صدور أوامر ملكية جاءت في مجملها بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى وتعيين الشيخ خالد الحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير. الهيئة والمجلس كانا وما زالا ركيزتين أساسيتين في صناعة القرار السعودي. نستذكر قبل أشهر حين افتتح خادم الحرمين الشريفين أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي حمد الله واستشهد بالآية الكريمة وأمرهم شورى بينهم. هكذا قام الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية. من يراقب المجلس منذ صدور نظامه الجديد عام 1412 للهجرة وحتى اليوم يلاحظ تحسناً كبيراً في فاعلية المجلس ومداولاته ومخرجاته أيضاً. بات المجلس سلطة تنظيمية ومركزاً لترشيد القرارات والنظم والقوانين. وأمرهم شورى بينهم، مبدأ آمن به الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه منذ يومه الأول وجعله ركيزة أساسية في حكمه. وقد مر الشورى بعدة مراحل، فقد جرى تأسيس أول مجلس شورى أطلق عليه المجلس الأهلي الشوري في عام 1343 هجرية، وضم في عضويته 12 عضواً. وافتتح الملك عبد العزيز دورة مجلس الشورى الأولى في 14 من محرم من عام 1346 هجرية، إذ يعد هذا العام تاريخ التأسيس الفعلي للمجلس. وفي 27 من شعبان من عام 1412 هجرية أعاد الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله تحديث نظام مجلس الشورى وإصدار الأنظمة الثلاثة، وهي نظام الحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق. وأولى الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله عنايته القصوى بهذا المجلس التي تمثلت في تعديل بعض مواد نظام المجلس بما يحقق الرفاه للوطن والمواطن. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أولى مجلس الشورى اهتمامه وعنايته منذ أن كان أميرا لمنطقة الرياض. يتكون مجلس الشورى من رئيس و150 عضوا يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على أن لا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20% من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم وجميع شؤونهم بأمر ملكي. مدة مجلس الشورى 4 سنوات هجرية، ويشكل المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل. وفي حالة انتهاء المدة قبل تشكيل المجلس الجديد، يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يشكل المجلس الجديد، ويراعى عند تشكيل اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس. يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها، فضلا عن تفسير الأنظمة ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.